انه يرجع ويبص في القانون تاني. واحب نرجع تاني في مساله، هل رفضه من المجلس ده خطوه الى الوراء ام الى الامام؟ انت شايف ايه يا سياده؟ انا رايي انها خطوه للامام. للامام؟ رفض مجلس النواب لقانون خدمه مدنيه خطوه للامام في اتجاه القانون. خطوه للامام. لانه القانون ليس مجرد انه يصدر ويطبق ويعمل به، لكن في قانون بالاهميه دي، مساله ان يبقى القانون صادر من اليه تشريعيه سليمه، ومن مناقشه في المجتمع سليمه، ومن اختلاف في الاراء، وناس تصوت ضد وناس تصوت مع، ده هو ده اللي يضمن القانون انه يستمر ويحصن ويعمل به في المستقبل ويبقى مقبول من الناس. لكن يعني النظر الى ان البرلمان لما يرجع في قانون، لما يرجع قانون زي ده يبقى بيهد مش بيبني، انا اقلق من ده.